حظيت هذه البطولة باهتمام بالغ من الجهة المنظمة، وكذلك حضور جماهيري مميز تميز حقيقة بإبداع الأبطال في أرض الملعب واكتشاف عدة مواهب رياضية قادرة على تمثيل منتخب قوى الأمن الداخلي في المحافل الرياضية. الجميع يعلم أن هذه البطولة تتضمن 8 قطاعات اشتملت على مجموعتين ألف وباء، 4 فرق لكل مجموعة. انتهت الأدوار التمهيدية بتأهل 2 من كل مجموعة، المجموعة الأولى السجون وأمن المنشآت، والمجموعة الثانية الأمن العام وحرس الحدود. حنبدأ في النصف النهائي بعملية المقص، حيلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة باء، وأول المجموعة باء مع ثاني المجموعة ألف. هذه البطولة حقيقة ساعدت الاتحاد في قطع شوط كبير في اكتشاف مواهب تدون أسمائهم في سجلات أنشطة الاتحاد للمشاركة في بطولات تمثل الوطن، سواء كانت محلية أو عربية أو خليجية أو دولية بمشيئة الله تعالى. أولا أشكر الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي ومعهد أمن المنشآت على إقامة هذه البطولة والتنظيم المبهر. صراحة استمتعنا كثير، احنا وقعنا في المجموعة الأولى، طبعا هي مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 منتخبات. كانت المنتخبات اللي متواجدة معنا في المجموعة الأولى منتخب الجوازات ومنتخب حرس الحدود ومنتخب الدفاع المدني، ولله الحمد أكرمنا ربي وحصدنا 9 نقاط وتصدرنا المجموعة. الآن نفكر في مباراتنا القادمة في نصف النهائي. مستوى البطولة ولله الحمد كان في تصاعد، وتصاعد واضح عن البطولات السابقة. كان في صعوبة، كان فيها تحفظ من الجميع في بداية المباريات، ولكن الحمد لله استطعنا أن نحصل على النقاط كاملة وصدارة المجموعة. مثل هذه البطولات مفيدة لرجل الأمن لرفع اللياقة البدنية، و تعكس الانعكاس الإيجابي على رجال الأمن، فدائما يكون في استعداد تام من الناحية اللياقية والناحية البدنية. أشكر أمن المنشآت على هذه البطولة الناجحة، الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نتصدر المجموعة وتأهلنا دوري الأربعة. إن شاء الله فالنا التوفيق وطموحنا إن شاء الله البطولة المركز الأول إن شاء الله. مشاركين في بطولة وزارة الداخلية، وهالبطولة الحمد لله اللي حضرها واللي شافها بطولة ممتازة وترتقي بالمستوى المأمول، والحمد لله تأهلنا إلى دور الأربعة، وإن شاء الله بإذن الله يكون الكاس من نصيب حرس الحدود. وأشكر جميع القائمين على هالبطولة، وإن شاء الله البطولة تبيض بوجه المسؤولين جميعا. أول شيء الله لك الحمد تأهل بالصدارة، ومجموعة كانت صعبة، الوصيف والبطل حق السنة الماضية. وحاب اشكر الزملاء جميعا، اشكر المدرب والجهاز الفني والاداري، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله باذن الله نحن ما نقصر ونحقق البطوله باذن واحد احد ان شاء الله.